مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور وجودي. مشترياتي من ديفاكتو هتشوفوها دلوقتي معايا على الطبيعة. هلايق كل بلوزة جبتها على طقم كده عندي. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوني وانا لابساهم على الطبيعة، هيبقوا حلوين جدا. تابعوا الفيديو. حلوة قوي. هي قصيرة بس هتتلبس بقى على ايه؟ يعني بما ان الشرمستون رجع ممكن استغل. بصوا، هي هتتلبس على البنطلون، مش عارفة هتتلبس عليه، هي هتتلبس على البنطلون ده الشرمستون. شارلستون احتفل يا ايدي برباشا. بصوا انا مبسوطه جدا ان هو رجع لانه حلو قوي. سيبكم البنطلون البيجامه اللي انا لابساه ده، بس ده تحفه. بصوا حلو جدا برضه، انا جايبه قريب من الحاجات الشيك قوي. قالت لي بس بقى عليها البلوزه دي لان الاثنين كده مع بعض حاجه كلاسيك كده تبقى حلوه. ممكن سواريه في الشتاء لو تمشي كمان سواريه، لان هي زي ما انتم شايفين بيبرق خالص فتبقى حلوه. كان في منها برضو الوان هناك، البنك الفاتح، وكان في البيج كمان. ممكن يتلبس عليها، هو ده اللي هيتلبس عليها السكارف ده، صح؟ ده يمشي معاها. هي لونها بيج بس هي مش طالعة بيج قوي يعني، دي على سيلفر شوية. فده برضو هيبقى حلو عليها. مش هقرب منكم عشان ما تخافوش، خليني بعيد. مش قوي كده. ايه تاني؟ قول لهم ان الحاجات دي كانت العرض، الثلاث قطع من العرض. وانا جبت الثلاث قطع دول، كانوا قطعتين وعليهم قطعين. ده كان العرض، والعرض بصراحه كان حلو. ده ب 150 طبعا، بتحاسبي على القطعتين الاغلى والثالثه بتاخديها فيه، بس انا جبت الثلاثه بنفس السعر يعني. مش بقول لكم ذكاء. ده بقى دي بلوزة سودا، ممكن تستخدميها كأندر شيرت. أندر شيرت؟ هي بوكليت، مش عارفة حتى في القماشات. هي بوكليت، الإيد بتاعتها أنا كده عاملة زي باكيزة وزعلون لما كان بيقول لي لابسة فستان. الإيد بتاعتها ماسكة ومن فوق واسعة يعني، هتشوفوها دلوقتي على الطبيعة يعني. ناحية طويلة وناحية قصيرة، بس هي عشان سودا مش باينة لها ملامح، بس هتبقى حلوة قوي على الجيبه دي، تبقى حلوه قوي عليها. بصوا هحط بقى الحزام دلوقتي، بقى اتحزم بقى الحزام ده على البطن بقى، والمنظر هيبقى صعب جدا. ومعاها الكولون طبعا اللي انا جايباه. ايه؟ لا بتضحك علي. وهقول لكم بقى ممكن نعمل فيها ايه دلوقتي. دي بقى القطعه الثالثه، هما كانوا قطعتين وكان معاهم دي. بصوا بقى، هي بلوزة حلوة قوي، مش عارفة وشها من ضهرها. ده ظهرها، ده وشها. بصوا طويلة يعني، هي في طول اللي انا لابساها دي، بس حلوة جدا. الكمان بتاعتها عسولة اللي هي متنية كده، فاستايلها حلو برضو. بصوا حلوة وصوف كده تقيلة يعني، تحسوا هي مش على فكرة تشوفوها تحسوا ان هي قماشة الميلتون او السويت شيرت، بس هي صوف مش حلوه. هي اوفر سايز يعني، ده مش مقاسي يعني، اكيد او يمكن بقى مقاسي يعني، مش عارفه. هي مكتوب عليها ميديم، معقول ده الميديم؟ ده الميديم بتاعها. شوفوا بقى، يلا بقى شوفوها على الطبيعه. يا رب تعملي شعرنا. بصوا هو ده بقى اللي انا بحبه يعني، ده لبس المريح الحلو، حتى لما باين كرش ولا باين اي حاجه ما شاء الله مطلعني ريشة حاجة كده تحفة. وبصوا بقى لبست معاه هو اسمه ايه اللي هو بوت البيتي ده، لا حلو. هو ده اللبس يعني، حاجة كده مريحة وحلوة ومش محتاجة لا حاجة تحت ولا حاجة فوق ولا أي حاجة. ولابسة بتاعنا بالمقال يا كفار في الدار، والآيس كاب وحاجة لذيذة كده حلوة شيك جدا. وعايزه اقول لكم هو اوفر سايز، بس هو على مقاس يا دوب يعني، ولا هو اوفر ولا حاجه يعني. ما شاء الله اكل الشتاء خلانا اي اوفر نتخن. بس شايفه البنات اللي بيسمعوا زي بس انا ما كنتش قطع كتير في لبس الاوفر
لو انت طويلة زي طبعا انا من بنات الطوال عريضة 75-80 في الرنجات دي من 70-75 لغايه 80 بلاش تلبسي حاجات كتيرة فوق بعضها، يعني دايما البسي حاجات السامبل البسيطة مش حاجات يعني تجيبي مثلا انترشيرت والبلوم او بست قط او هي يعني الحاجات الغريبة دي، هاتي القطعة كده على بعضها. يعني انا بدور على حاجة اللي تبقى الكم ما هيش نص كم ما هيش قط، يعني محتاجش ان انا ازود لها حاجات واحس ان انا كرومبا. حاجات كتير تبقى عايزه البنت اللي جسمها سيمبل قوي 65-60 حاجات الكتاكيت دي اللي تلبس بقى براحتها ان شاء الله تحطي 10 قطع، انما المكملات مع الناس اللي ايوه لان القطع اللي انت لابساها دي لو واحده 60 كيلو استحاله تعرف تلبسها، هو كل جسم فعلا دي الحاجه اللي تناسب بالظبط كده. يعني عايزه اقول لو بنوته قصيره كمان ما تلبسيش حاجات بالطول ده لانها هتاثرك اكتر، فكل جسمه اللي بيليق عليه. يعني انا الحاجات القصيره ما بحبهاش عشان بتبقى وحشه عليا، ممكن البسها واكمل تحتها اندر شيرت والحاجات دي بس برضو بقى وحش شكله ان هي مش حاجتي. ده زي ما انتم شايفين في حال ان انت حلو جدا ولايق عليا تبقى محتاجه فوقها الجاكيت، ولا لو حاجه بقى قصيره عندي ما بتبانش قوي فبلبس عليها جاكيت بتبقى على قد ان هي تحت جاكيت بلوزه، مش ان هي يعني بتبقى يعني معرفش ان انا اخلط بيها كطقم على بعضه زي الطقم ده واحس ان انا مرتاحه وان هو شكله حلو. فعلا كل جسم له الستايل بتاعه واللبس بتاعه اللي يليق عليه، فما تلبسيش حاجات تبقي شكلك فيها غريب، دايما البسي الحاجه اللي تكون حلوه عليكي ولايقه عليكي. حتى لو انت عاجبك حاجه ثانيه برضه ما تروحيش تجيبيها ويبقى شكلك فيها مش ظريف. ممكن هاتيها البسيها في البيت لو انت انترست قوي انك نفسك في الموديل ده، في حاجات بتنفع في البيت عادي. مش انا عندي حاجات كنت جبتها وما طلعتش شكلها حلو عليا في الخروج فحاولتها لهدوم بيت، يعني انا بلبسها في البيت وخلاص. حاجات كده اللي هي الحاجات الصغيره دي فلقيت شكلها مش حلو، يعني شكلي هبله فيها. انما الستايلات دي حلوه على فكره، في بنات جسمهم قليل قوي بيبقى نفسهم ان هم يلبسوا حاجه واسعه زي دي اوفر سايز والحاجات دي او حاجه طويله ما بتبقاش حلوه عليها، لان هي جسمها قليل قوي ومثلا قصيره وكلام من ده. فكل واحده ليها اللبس فعلا اللي يبقى حلو عليها اللي تلبسه. شفتوا انا لبست معاكم 3 حاجات النهارده، ده افضلهم، ده احلى حاجه ريحتني بجد. يعني انا جبت البلوزه دي مش مقتنعه بطولها قوي بس هي عجبتني وقلت تبقى حاجه ايه يعني تحس ان هي فيها غموسه شويه وتبقى على على الجيبه تبقى حلوه. عندي زي الجيبه الجري دي، عندي واحده اوف وايت فدي على بيجات او كافيهات فهتدي معاها، يعني فاهميني مش يعني هتبقى يمكن تبقى عليها كمان احلى من البنطلون عليا. لو عجبكم الفيديو عايزه تجيب زي انا معجبه بنيتي قوي كمان. انا ما بلبسش كعب لان في بنات طويله وعندها مشكله ان هي بتلبس كعب، يا ريت لو انت طويله ما تتعبيش نفسك وتلبس كعب. انا ما بقدرش البس كعب يعني بصراحة. لو هتلبسي شكلي عامل زي الهبله فيها من 3-5 اللي بتاع البنات يعني دايما الكعب العالي معروف اللي هو العالي قوي من 5 و7 والحاجات العاليه دي اللي هو من 7-10-15 ده للبنت القصيره، لكن 5 ده عادي انا اخر حاجه معايا 5 بس هو ده اصلا ما اعتقدش ان هو يجيب 5 ده يجيب 5 شكله اقل مش عارفه. بس عموما انا ما بفضلش الكعب، بحب الحاجه الفلات بحس ان الكعب عليا مش حلو. البنوتات القصيرين بيبقى الكعب عليها تحفه، الطويله ما ينفعش تبقي طويله وتبقي ماشيه فرعه نخله بيبقى شكلك صعب. يعني انا كان عندي حاجات كعب كتير وندمت عليها وكلها قلتها بصراحه وكانت وحشه جدا جدا عليا، كنت بحس ان انا ماشيه وببص للناس ببص للناس يعني انا فوق وببص للناس تحت، مع ان انا مش طويله قوي في اطول مني بس لا 10 سنتي او 7 سنتي كان بيبقى فارق معايا فرق فظيع وكان بيبقى المنظر مش حلو. ادخل على 180 يعني بنتي يبقى طولها داخله على 180 واللي هو اصلا مش طبيعي طولها، مش ده طولها الطبيعي فشكله مش هيبقى حلو. انا حاسه ان ركبك هتتقلبي على قدام كده وانت ماشيه، ركبك بتتني فعلا وببقى مؤذي جدا للبنت اللي ضهرها
يعني الظهر البنت الطويلة ببقى مؤذي جدا، يعني القصيرة الكعب ما بيتعبش ظهرها زي البنت الطويلة. يعني كل القصيرة مميزة بقى، يعني احنا عبود الفقر عندنا أقصر مننا. كلام لساني بقى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يعني كان فيديو كده لذيذ عن مشترياتي، كمان شوية نصايح كده عن يعني من التجربة، مش اللي هقول لكم ان انا خبيرة ملابس وازياء وكلام من ده خالص، انا بس بقول لكم حاجات يعني هي بديهيات، زي مثلا يقول لك ما تبقيش عريضة تلبسي حاجات مخططة بالعرض فتحسي ان انت بقيتي اعرض، الحاجات المقلمة بالطول مش يعني حاجات بتبقى معروفة، بس في بنات ما بقوش عارفينها او غفلانين عنها شوية، فبتدخل تجيب اللون اللي عجبها او الستايل اللي عجبها ايا كان بقى وشكله عليها ايه. فحبيت اديكم شوية نصايح كده على السريع، ومع تحيات من هدوء كده. ده اول طقم معاكم، نكمل بقى الاناقة بتاعتنا. بصوا ممكن مع الطقم ده زي ما انتم شايفين البلوزة دي شكلها حلو قوي، وكمان حطيت الحزام الصغنطوط ده، كمان ده الهاف بوت. بصوا حلو قوي، الميزة كمان يعني التغيير عن البوت، لان الجيبة دي اصلا طويلة يعني ما تعتبرش قصيرة، فشكله عسول كده معاها. كمان ممكن تحطي الشيب بتاعك كده تبقي انيقة زي ما بشوف نفسي الشيكة والحاجات دي بصراحة. يعني انا بلبس البلتون والسويت شيرت وانزل، مش مصدقة ان انا عاملاه ده بصراحة. بس ده كلام قنوات، ده زي التلفزيون. ده كلام قنوات، يعني حبيت اطلع شيك معاكم، انما انا في الطبيعي ولا اي حاجة، كل ده اصلا يعني. بس شكله والله شكله حلو، انا مستغربة نفسي شكلي مش انا خالص. انا باجي اتفاجئ في الحاجات دي، بحس انها مفاجأة. حلو شفتي والله؟ لا حلو جدا والله الطقم. ايوه حلو، بس انت تخرجي كده يعني تحسوا ان انا جميلة جميلة جميلة. يا بخته بقى. بصوا عشان نكمل الاناقة، لان الايام دي ايام ايه يا دي؟ الايام لازم الكمامة اهي بقى، ده لايقة حاجة يعني شياكة ما حصلتش عمرها ما حصلت لي. عارفة سيدي لو شافتك كده مش هتصدق، مش حدش هيصدق ان انا اصلا يعني. بس حلو، طقم جميل، والبلوزة حلوة، ممكن تستخدميها اندر شيرت برضو تبقى حلوة تلبسيها لوحدها كده. والميزة ان هي بلوزة يعني مش ماسكة، لان الاندر شيرت بيبقى مبين الكرش ومبين ذوقك زي ذوقك، انما كده هي مريحة كده فحلوة يعني. ميداليات ديفوهات كتير. تعالوا بقى نشوف الطقم اللي بعد كده. ما شاء الله اتخنت يعني حاجة جميلة، بس عادي يعني مفيش مشكلة، احنا في الشتاء ناكل براحتنا. حلوة قوي، تمشي سواريه زي ما قلت لكم، لابسة كوليه اهو، والسكارف كمان حلو. يعني انت قلتي تمشي سواريه. ايوه فين السواريه يعني؟ باعتبار مثلا يكون يعني عيد ميلاد، عيد ما ملتش، اي حاجه من الحاجات دي. عيد جواز، فبجد عيد طلاق برضه تبقى حلوه جدا. تمشي مع اي حاجه. عسول، الطقم ده كلاسيك وحلو، انا بحب انا الحاجات دي، تحس ان انا انيقه كده يعني. مش عارفه حاجات عملت لكم حول وانا رايحه جايه كده، باين الطقم قرب. ارجع شويه، ارجع شوية ولا اقرب اكتر؟ لا كده كويس. بس ده كان تاني طقم. كل ماما حافظة عليه، كل ده بتاع ماما يا جماعة. الاندر شيرت ده انا قلت لكم عليه، اللي هو مش اندر شيرت، هو بودي بكولة كده صغيرة، حلو عشان الناس اللي بتبرد، يعني ما يبقى ايه حاجة شتوي وسابينة كده مش بكولة، تلبس تحتها بشكله برضو حلو، بدي اناقة صح؟ الحمد لله. تعالوا بقى نشوف اخر حاجة، عشان انا تعبت يعني لبست كل اللبس ده وما خرجتش. رد فاكته جميلة قوي. رد فاكته حلوة جدا السنة دي. عايزة اقول لكم ان البلوزة اللي انا لابساها دي مش هخبي عليكم هي ب150 جنيه. بصوا سعرها حلو جدا وخامتها كمان حلوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.